صدق وثقة وأخذ بالأسباب. هذا التوكل. عندنا التوكل ثلاثة أقسام. الأول صرف لغير الله شرك أكبر، اعتماد مطلق وتفيض جميع أموره إليه، اعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضار، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، اعتمد على حي لكن افتقار، يعتمد على السلطان. من أين لك المال؟ نفق. من ينفق على السلطان؟ قال قطع عنك النفق، قال أموت اتشرد يضيع أنا أولادي، هذا شرك أصغر. وإذا قال هذا السبب والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، صحيح. الثالث وكالة، ولا صح أن تقول توكلت على فلان أبدا، ولا صح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، لا يصح أيضا، بثم لا يصح. توكلت على الله فقط، عمل قلبي ما يصرف إلا لله. يصح أن تقول وكلت أي فوضت فلان، يعني أنا أعلى من المرتبة. يصح وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العام والخاص، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم حقا أهل إيمان توكلوا على الله لا على غيره.